نقول لكم انه بكره باذن الله تعالى بعثه الاهلي هتطير الى الدار البيضاء المدينه المغربيه عشان تؤدي المباراه المهمه والمرتقبه مساء السبت الساعه 9 مساء. الاهلي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي، لقاء نهائي دوري ابطال القاره. تلخيص يعني في لحظات بتلخص جهد موسم كامل يعني خضاه الاهلي بشكل رائع. نتمنى التوفيق فيما هو قادم. البعثه ان شاء الله برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الحكم اللي هيدير هذه المباراه البروندي باسيفيك نيدابياهو وينمانا. وانا سالت عن الحكم البروندي الحقيقه، قيل لي انه واضح ان في توجه لدى اداره الاتحاد الافريقي انه الحكم يبقى بره الزون، بره الشمال وبره الجنوب، فما بتروحش تجيب حد من جنوب القاره، وبعدت عن حكام الشمال الافريقي على كفاءتهم. وراح للحكم البروندي بره الشمال وبره الجنوب، ولكن جوه القانون. جوه القانون ده كلام مهم جدا. هقول لكم سريعا، الحكم البروندي هو عنده 36 سنه، بيشتغل محاسب في البنك البريطاني، عنده 3 اطفال، بيحمل الشارة الدولية كحكم من 2013، من أول ما دخل قائمة الدرجة الأولى في بوروندي. أدار 3 مباريات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، منهم 2 لكايزر تشيفز. يعني السنة دي أدار 3 مباريات في البطولة، منهم 2 لكايزر تشيفز. حكم له قدام سيمبا في ربع النهائي، وقدام بيترو أتلتيكو في مرحلة المجموعات، وها هو يظهر للمرة الثالثة في مباراة طرفها كايزر تشيفز. اجمالا صفاره الحكم البروندي 9 من خلال مبارياته في دوري الابطال من اول ما بدا في 2018 حتى الان، حكم 9 مباريات، اشهر خلالها 26 كارت اصفر، ولم يستخدم البطاقه الحمراء ولا مره. يعني بيسيطر على المباراه بدري. الأهلي بكرة هيتمرن صباحا إن شاء الله، ثم يتوجه إلى المطار علشان يسافر مباشرة على متن طائرة خاصة إلى الدار البيضاء. إذن الأحلام الحمراء تطير إلى الدار البيضاء. إلى الدار البيضاء، وكالعادة كابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة. أيوة. نتمنى أن يحالفه نفس التوفيق بإذن الله وفريقه، ويعني تبقى الأمور كما نتمناه.